مع الحدث مع الحدث. حدث الآن نتحدث عن اعتراض ممثلي قطاع الإسكان والمقاولات والمهندسين على قرار أمانة عمان القاضي بوقف ترخيص طابق الروف الخامس وتهديدهم باللجوء للقضاء. يعني مشكورا المهندس كمال عواملي رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، الآن معنا على الخط من دبي. باش مهندس صباح الخير. صباح الخير. يعني نحن نحاول الاتصال بأمانة عمان، معنا رتبنا منذ الأمس مع أمانة عمان أن نكون في هذا الموضوع، ولكن الإخوان لسه نايمين ما بيجاوبوا، يعني الله نوم العوافي إن شاء الله. على كل حال مهندس كمال، يعني أنتم يعني يظهر أنكم تتوجهون نحو التصعيد، وقلتم إن ما تفعله أمانة عمان سيرفع أسعار الشقق من 25% إلى آخر ذلك. نريد أن نفهم الآن وجهة نظركم والناس قاعدة بتسمعنا مهندس كمال. بداية أمانة عمان ليس إحنا موضوعنا معها فقط هو طابق السطح وليس طابق الروف الواقع. نعم. هي طابق السطح عبارة عن غرفة خدمات. نعم. بمساحة 50 متر لخدمة سكان العمارة. صحيح. قامت أمانة عمان بإلغاء قرار إداري من اللجنة اللوائية بإلغاء هذا إنشاء هذا الطابق. بناء على معلومات أنه هناك العديد من تجار الإسكان يقوموا قد يقوموا بيع هذا الجزء من المبنى. نحن حين طرحنا الموضوع مع أمانة عمان يعني في برنامج مع الحدث هنا، لم يذكروا أن الشركات تقوم ببيع هذا الطابق، ولكن ذكروا تشويه المنظر العام، ذكروا أمور أخرى يعني. صحيح. لا، هم معنا كان إصرارهم على هذا الشيء. احتجنا إلى قلم محكمة المحاكم الأردنية، وجدنا أنه هناك 17 قضية مرفوعة من مواطنين على تجار إسكان أو مواطنين ما بين بعضهم في حوالي 20 حالة. إحنا سنوياً أستاذ الكريم ننشئ أكثر من 1500 مبنى في مدينة عمان. إذا كان هناك في تجاوزات في حالات لا تزيد الستة عن 0.2 بالألف فهي ليست مقياس. أيضاً قرار إلغاء طابق السطح هو قرار لجنة لوائية خاطئ، لأنه النظام صدر بقرار من مجلس الوزراء ومطابق عليه، إذا فيها مخالفة قانونية ودستورية. وصدر القرار من غير صاحب ولاية في إصدار قرار بإيقاف هذا الشيء. نعم. إحنا خلافنا أستاذ الكريم مع أمانة عمان ليس فقط بطابق السطح. نعم. الآن في تغول من أمانة عمان على الاستثمار في قطاع الإسكان خاصة يعني في عمان. أولا الإجراءات، طول الإجراءات البيروقراطية اللي عمالها بتوخذها عملية ترخيص المبنى. اليوم أي تاجر إسكان بده يرخص مبنى في كثير من الحالات عمالها بتقعد 4 أو 5 أشهر، وهذا تعطيل للاستثمار. هذا يرفع سعر الشقة بحدود 10%. النقطة الثانية، شو اللي بيرفع، عفوا مهندس كمال، شو اللي بيرفع سعر الشقة 10%؟ كيف إذا تأخر ترخيص شقة 10؟ نعم، أقسم لك إياها جزئين. هو بيرتفع 20% و25%. الجزء الأول إنه إحنا سابقا وطول عمرنا لما نحصل على ترخيص إنشاء مبنى كنا خلال أسبوعين بحد أقصى 3 أسابيع نحصل على ترخيص إنشاء مبنى. نعم. ما علاقة ذلك بارتفاع أسعار الشقق يعني؟ نعم سيدي، أنا حتى اليوم نحكي عن عمارة في عمان الغربية ثمن الأرض 500,000 دينار وإنشاء المبنى 500,000 دينار. اللي عم بيصير مع تاجر الإسكان إنه دورة رأس المال بدل ما تكون خلال 12 شهر عمالها تصل إلى 18 إلى 20 شهر. وهذا ينعكس فورا على سعر الشقة وكلفة المشروع. يعني أنا لما بنشئ مبنى خلال 10 شهور وإجراءاتي مع أمانة عمان 5 شهور للترخيص قبل إنشاء المبنى، 5 إلى 6 شهور أحيانا بإذن الإجبال بعد إنشاء المبنى. يعني تصور إنه معاملة إذن حفر كانت مصدر عليها خلال 3 أيام بحد أقصى، اليوم عمالها بتاخذ شهر. هناك ادعاءات من أمانة عمان اليوم أراضي صالحة لإنشاء إسكانات أصبحت محدودة. لجأت العديد من تجار الإسكان إلى شراء مباني في عمان الغربية. بدأت أمانة عمان بتعطيل الاستثمار في قطاع الإسكان. شو مصلحة أمانة عمان؟ شو مصلحة أمانة عمان بتعطيل المشاريع الإسكانية؟ بداية بس خليني أكمل النقطة، إنه هذه مباني تراثية. يعني واحد يشتري فيلا في أم أذينة بيهدمها ويبني عليها مبنى بقول لك إنه خليها تروح عداء التراث وتقعد لها 2 أو 3 أشهر. التعطيل اللي حاصل في أمانة عمان سيدي سببه أول شيء نقص الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة، وهذا باعتراف أمانة عمان. أمانة عمان مشكورة بحكي اللي نقول علينا إنه الآن تقوم بالتدريب، عقدت دورة تدريبية لمهندسينها على التعامل مع هذا القطاع، لكن ما زال هذا القطاع يعاني من الإجراءات الطويلة للاستثمار. الناس